مشيت مسك وجريت على المستشفى على أمل تلاقي ابنها. ابني فين؟ ودتوه ابني فين؟ قالت لها الممرضة. جد الصبح جه نقله مستشفى تانية يعني، وطبعا احنا ملناش حد نمنعه. لفت مسك على كل المستشفيات وملقتش أثر لابنها. في السرايا ندى، في السرايا ندى صحت البيت كله. يرضي مين ده؟ ده انتوا لو كفار مش هتعمل اللي عملتوه، ده ابليس نفسه ما يخطرش على باله كده. قال لها امجد، فيها يا ندى بتعيطي كده ليه وصوتك ليه عالي؟ اقسم بالله بجد يرجع ويستلم ابنه واكون سايبه البيت، انا مش هقعد فيه ولا دقيقه. انا خاف على نفسي منكم، انتوا شياطين، استحاله يكون اللي جواكم ده قلب، ده اكيد صخر صوان. وجي محمود من وراها، بطولك هتسيب البيت بطولك من غير بنتك زي مسك ما طلعت، احنا محدش بيربي عيالنا غيرنا، عاوزه تمشي الباب يفوت جمل. انا مش ببكي على حد، انا المهم عندي احفادي يكونوا جنبي. قال له امجد، ايه كل ده ومسك مشيت راحت فين؟ حد يرد علي؟ عجل مراتك يا امجد وبلاش تخليها تزن على خرابها، واللي هقول عليه هو اللي هيحصل بجد. لما يرجع هنقول له ان مسك جالها حمى انفاس وماتت في داهيه. خبطت اشجان على صدرها. يا لهوي، انت عملتوا ايه في البيت؟ مسك فين؟ عملتوا ايه فيها انتجوا؟ قالت لها فاطمه، هنكون عملنا ايه، نظفنا البيت من القرف اللي كان فيه، اي غرت في داهيه، داهيه لا تتجحها. قالت لها ندى، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، عندك بنتين يا فاطمه وربنا هيخلص الحقوق. دخل الغفير وعلى ايده فارس ابن مسك. جناب العمده، الواد مش راضي يسكت. جريت ندى عليه وحضنته وجريت فوق ترضعه. الولد هدي في حضنها ونام، نايمته جنب بنتها وطبطبت عليه بحنان شديد. دخل امجد مع اشجان وقفل الباب وراه. اترمت ندى في حضنه وانفجرت في البكا بطريقه هستيريه. ممكن تهدى كده يا ندى واحكي لي اللي حصل؟ انا كالعاده لوجين مش بتنيمني خالص، قعدت صحيه طول الليل بحاول انيمها، بعد ما نامت قلت انزل اعمل حاجه سخنه اشربها، ولسه بفتح باب الاوضه لقيت فاطمه ومعاها واحد شكله غريب مش من اهل البلد. حطيت ودني على الباب وكنت فاتحه نص فتحه صغير، سمعت اخلص مد شويه قبل ما حد يصحى. حاضر اهو يا ست فاطمه، وراكي على طول، طبعا عارف هتعمليه كويس صح. ودخلوا غرفه مسك بالراحه وكانت نايمه من التعب وما حستش بيهم. دخلت فاطمه صورتها كم صوره، وكان وراها من العمده من بعيد متابع كل حاجه. ودخلوا غرفه مسك بالراحه وكانت نايمه من التعب وما حستش بيهم. دخلت فاطمه صورتها كم صوره، وكان وراها من العمده متابع كل حاجه. يعني أمجد كل حاجة تمت بمعرفة أبوك. وحكيت له ندى على كل حاجة حصلت في غرفة مسك لحد ما طلعت بشنطة هدومها. كل ده وأشجان ساكتة مش بتنطق ودموعها على خدها. فتح أمجد باب الأوضة ونزل تحت ولقى أبوه قاعد لوحده. ليه يا أبوي؟ ليه تركب نفسك الذنب الكبير ده وده؟ أنت مش حمله، هنقول إيه لبجد؟ خرستنا كلنا، محدش فينا هيتجرأ يقول الحقيقة. ظلمت بجد ومسك، وظلمت نفسك يا ابوي قبل الكل، محدش فينا هيقدر يقول لابوك خرب لك بيتك. وكل ده ليه؟ عشان مراتك فقيره يا بجد، مش من حقها تعيش. ليه يا ابوي؟ فهمني ليه عملت كل كده؟ احنا ناقصنا ايه؟ ده حتى الدين بتاعنا بيقول خذوهم فقراء يغنيكم الله. ده بتعلي صوتك عليا يا واد، انت اتجننت؟ انا مش بعلي صوتي، انا عاوز رد مقنع باللي انت عملته ده. بصراحة فاطمة أقنعتني إن ابني بجد لو اتربى بعيد عن أمه هيبقى أحسن. أنت مصدق الكلام ده؟ هات أي عيل في حضانة واحكيله وشوف رد فعله هيقول لك إيه. أنت جبت لنا إبليس في البيت، مقاعد معانا شيطان رجيم اسمه فاطمة، فيروس خبيث دخل البيت ومش عاوز يطلع. عند مسك ركبت أول عربية نازلة اسكندرية وركبت فيها، وكانت تعبانة جدا عشان لسه والدة بقالها كام يوم. وصلت مسك اسكندرية الفجر وراحت عند بيت أختها وخبطت على الباب. صحيت عترو محمد على صوت الجرس، جري محمد يفتح الباب. اترمت مسك في حضنه وغابت عن الوعي.
مسك، مالك في ايه؟ الحجنية عطر، تعالي بسرعة يا عطر، الحج أختك، أختك سخنة مولع. جريت علي عطر. فيه محمد؟ مسك، مالك يا حبيبتي؟ مسك، رد علي، رد علي يا حبيبتي. محمد، هتسعاف، مسك بتموت، مسك سخنة قوي. اتصل محمد بالإسعاف وشالت مسك على المستشفى بعد فحص دقيق. خرج الدكتور وعلى وشه علامات مش متفسرة. جريت علي عطر. أختي مالها يا دكتور؟ قولي، أختي ماتت. قالها محمد، هادي يا عطر، خلينا نسمع الدكتور هيقول ايه. مبدئيا الحالة ما تطمنش، المدام عندها حمى النفاس والحالة دخلت في غيبوبة وربنا عالم هتفوق منها امتى. كل اللي هي محتاجاه دعواتكم ليها، هي تعتبر دلوقتي من ايدين ربنا وما فيش في ايدينا غير الانتظار، ربنا كبير. لا لا، وهتقول كده مسكة هتقوم، انا عارفة، انا اختي قوية وهتقوم منها. وجريت على محمد. اختي محمد، مسكة بتضيع مني يا قلب اختك، يا حسرة قلبي عليك يا اختي. ممكن تهدي كده عشان نعرف ايه اللي وصل اختك للحالة دي، وفين ولدها؟ الهوي لا يكون مات، عشان كده اختي انهارت. يا حبيبتي ربنا يصبرك. اتصلي بمروة حالا، اتصلي بها تيجي توصل البلد ونعرف ايه اللي حصل. مسكت عطر التليفون بايد مرتعشة واتصلت بمروة. فاقت مروة يوسف على صوت التليفون. مين اللي بيتصل بدري؟ استرها يا رب. دي عطر، استرها يا رب. ايوة يا عطر، خير ايه اللي حصل؟ الحقيني يا مروة، مسك بتموت، تعالي بسرعة يا مروة. انت بتقول ايه؟ مالها مسك؟ وهي اللي جابها عندك؟ فيها يا عطرة، مش فاهمة، مش فاهمة حاجة. الو، ايوة يا عطرة، رد عليا، مالها مسك؟ سحب يوسف التليفون منها. الو، ايوة يا عطر، الو، الو. رد محمد عليه. ايوه يوسف، بقول لك ايه، هات مروه وماجد وتعالوا على المستشفى بسرعه، مسك بتموت. لا حول ولا قوه الا بالله، ربع ساعه ونكون عندك. يوسف اتصل بماجد. غير هدومك يا مروه بسرعه، ما فيش وقت. الو، ايوه يا ماجد. فيها يا يوسف؟ مروه كويسه؟ البس وانزل، استنى في العربيه بسرعه، مسك نقلوها في المستشفى، الحاله حرجه جدا. ايه، مين اللي بتموت؟ انت بتقول ايه؟ ومسكها اللي جابها من البلد؟ فهمني يا يوسف. انا معرفش حاجة، كل اللي اعرفه انها في مستشفى السلامة، مسك في حالة خطر. قالت له هند، مسك مالها يا ماجد؟ قولي مسك مالها. قفل ماجد الخط. استرها يا رب، استرها يا رب. البس بسرعة يا هند، لازم ننزل حالا. جلسوا كلهم وكانوا تحت في اقل من ربع ساعة والقلق هيموتهم. جري يوسف للمستشفى. دخلوا كلهم، لقوا عطر قاعدة في الأرض ودموع مالية وشها وبصة في الفراغ كأنها مش شايفة حد قدامها. قالت لها مروة، عطر فيها، فهميني ايه اللي حصل لمسك، وهي اللي جابها هنا. عطر كانت في عالم تاني، عطر كأنها في عالم تاني منفصل عنهم، روحها بتروح، جزء منها مفتقدة مسك توأم روحها وحياتها كلها بتروح منها. شريط طويل كان بيمر أمام عطر هي ومسك سوا. قال لهم محمد، معلش، حد منكم يكلم البلد ويعرف ايه اللي حصل، وابن مسك راح فين؟ قالت له مروة، هي جات من غير ولدها، استرها يا رب وما يكونش حصل للولد حاجة. قالت لهم هند، لا يكون الولد حصلت له حاجة وده اللي خلى مسك في الحالة دي. اتصل ماجد بأمجد ورد أمجد عليه. أيوة يا ماجد، فيها عندكم يا أمجد، ايه اللي حصل ومسك ايه اللي وصلها للحالة دي؟ يا مسك وصلت عندكم الحمد لله. خطفت ندى السماعة من أمجد. غدروا بيها يا ماجد، مراتك غدرت بيها، مراتك شيطانة مش بني آدمة، ما عندهاش الدين ولا قلب أم. حسبي الله ونعم الوكيل في مراتك يا ماجد، خد عيالك منها والحقهم قبل ما تسمم أفكارهم. اهدي اهدي وفهموني ايه اللي حصل، وايه اللي وصل مسك لك ده، وايه علاقة فاطمة باللي حصل؟ هي مسك فين؟ عاوز اكلمها وبعدين احكي لك. مسك جالها حمى النفاس ودخلت في غيبوبه وحالتها حرجه، وربنا بس اللي يعلم هتقوم منها امتى. اقسم بالله ويمين اتحاسب عليه، لو مسك جرى لها حاجه لكون رايحه مبلغه عن ابوك ومرتك. خطف منها امجد التليفون وبزعي،
ما اسمعش صوتك وخلينا اتكلم. وصوته صحى الاولاد لوجين وفارس. جريت ندى على فارس قبل بنتها وخلته يرضع وبعدين اديته لوجين. دمعت عيون امجد. الو رحت فين يا امجد؟ الو. حكى امجد لماجد كل التفاصيل لحد ما مسك خرجت من السرايا وتهديد ابوهم ليها. قفل ماجد الخط وخبط بايده الاتنين على راسه وقعد في الارض بيبكي زي الاطفال. قالت له هند: ماجد ايه اللي حصل؟ وقعت قلبي. الله يكرمك في ايه؟ ابن مسك مات صح؟ علشان كده مسك دخلت في غيبوبه؟ الواد مات قولي. قالت له مروه: انطق يا ماجد ايه اللي حصل؟ الواد مات. انطق قلبي هيوقف. رفع ماجد عينه في عين مروه. حاولت مروه تقرا نظرات ماجد وكلام مسك بيرن في ودنها. حاولت تترجم نظراته مع كلام مسك عن والدها وبدات تستشف الموضوع ونزلت الدموع من عينيها لا ارادي. اوعى تقول ان ابويا هو السبب. اوعى تقول ان اخذ والدها ورموها. اوعى يا ماجد. لا لا ما تقولهاش. ما تقولش ان هم يقدروا يعملوا كده. ايوه يا مروه، ابوي والشيطان اللي انا متجوزها السبب. وحكى لهم كل حاجه حصلت. مروه بقت تمشي زي المجنونه في ممرات المستشفى بتخبط على راسها، وهند جلست مكانها في صمت تام. ويوسف مش مصدق اللي بيحصل وعطر بتولول على اختها. محمد جاب اخره وفار الدم في عروقه وتملكت منه العصبيه والغضب لابعد حد. وهو بيخرج من المستشفى بسرعه: محدش يلومني على اللي بيحصل، انا هرجع ابن مسك وشرفها. خرج يوسف وماجد وراه عشان ما يتهورش.